السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وصفة جديدة يا جماعة نعملها مع بعض. الوصفة دي بإذن الله يعني علشان لو انت عندك الفراخ احجامها ما بتزيدش، عندك الاحجام متفاوتة، ان شاء الله هعمل معاكم الوصفة دي. يمكن اول مرة اعملها معاكم على القناة، بس صدقوني يا جماعة ما شاء الله هتجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. الناس اللي عايزه الفراخ بتاعتها يعني تجيب اوزان كويسه في اللحم في اقرب وقت هتعمل معايا الوصفه ديت. يلا يا جماعه سموا الله واعملوا كده لايك للفيديو، شجعوني بقى عشان ان شاء الله اقدر اعمل لكم كل يوم وصفه تجيب معاكم نتيجه كويسه. الفراخ دلوقتي عندنا في عمر التحويل، واحنا ان شاء الله يا جماعه كل يوم هبقى معاكم بوصفه من شكل. هيبقى معاكي باذن الله فراخ هتجيب معاكي اوزان ان شاء الله عمرك ما جبتيها في اي تربيه هتربيها، تمام؟ فتابعوا معايا الوصفه دي يا جماعه كويس جدا، لان فعلا الوصفه دي تستحق ان هي ان انتوا تتابعوها. انا دلوقتي يا جماعه يعني انتوا لاحظتوا في وسط الفراخ ديت هتلاقوا الفراخ في واحد كبير وفي واحد صغير. يمكن انا ما كانش بيحصل عندي الموضوع دوت، يمكن اخر دورتين اتنين بس هما اللي حصل معايا فيهم الوضع ده. ما اعرفش ده بقى يمكن عيب من الفرخ، لان هو ما بيحصلش الا اذا كان عيب من الفرخ او عيب من البدايه خالص في تغذيه الفرخ. فانتوا عارفين يعني ان انا من اول خالص بهتم بالفرخ في التغذيه وفي النظافه وفي كل حاجه. يعني هو قله كبر الفرخ او الاوزان الفوته ديت بتبقى حاجه من الاثنين، اما عيب في الفرخ ذات نفسه، يعني ممكن يكون جاي فرخ كده في وسط الفراخ بيبقى فرز تاني، او يعني زي بتبقى الفراخ اللي هي بتبقى ايه يعني السرده ديت، يا اما بيبقى في الفرخ منه هو بتاسس معاكش. فانا زي ما انتم شايفين يا جماعه يعني الحمد لله ان انا يعني على طول دايما بهتم بيهم في نظافه في الاكل بتاعهم، على طول بعمل وصفات. فيمكن هي حاجه بقى ممكن يكون فرخ بقى جاي في وسط الفراخ، ممكن هو يكون اللي بسبب المشكله ديت. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه علشان الاوزان اللي هي اللي متفاوته ديت او اللي مش جايبه حجم معايا؟ يعني انتم شايفين ما شاء الله في فرخ اهو، يعني انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله في احجام ما شاء الله كويسه جدا، يعني احجام انما انتوا لو انتوا لاحظتوا ما هتلاقي حوالي يعني فرخين ثلاثه، هما يمكن فرخين او ثلاثه، تبص تلاقي الاحجام بتاعتهم قليله جدا. ده يعني ايه يعني ده الارجح، ودي اللي انا فعلا استنتجته، ده ممكن يكون عيب في فرز الفرخ، او ممكن يكون في فرخ يعني فرز تاني دخل، او ممكن يكون تجار بيدخلوه مع الفراخ اللي هي بتبقى ايه فرز اول ديت. ممكن بدل ما هم يبيعوك بسعر رخيص، او ممكن بدل يعني ما كده بيدخلوهم في وسط الفراخ اللي هي بتبقى مخلطه بقى. فاحنا دلوقتي يا جماعه عايزين ان احنا نعالج الموضوع دوت. طيب هنعالجه ازاي؟ هنعالجه بالطريقه باذن الله او بالوصفه ان شاء الله اللي انا جايبها لكم النهارده ديت، فعلا لو انتم اتبعتوها صح او مشيتوا معايا في طريقه تحضيرها صح، ما شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا جدا. طيب ايه هي الوصفه؟ تعالوا كده يا جماعه يلا نعملها مع بعض ونرجع لكم تاني. ودلوقتي يا جماعه هنعمل الوصفه بتاعتنا، بس يا ريت محدش يستغرب بقى من الوصفه، لان فيها طماطم وفيها بصل وفيها ثوم، محدش بقى يقول لا ده احنا هنطبخ بقى ولا ايه. لا، الوصفه دي يا جماعه كويسه جدا جدا في معدل التحويل معاك وزياده الوزن. لو انت عندك الفراخ عايزه يعني ممكن معدل التحويل بتاعها بطيء او ما بتكبرش او في اوزان متفاوته او قليله، انت ممكن تعمل الوصفه دي. اعملها بس مره واحده في الشهر، او طول الدوره بتاعتك ممكن تعملها مره واحده. لو انت حسيت ان مفيش يعني نتيجه كويسه اعملها كمان مره، يعني اعملها مره وارجع اعملها كمان مره. بس احنا بقى مش بنقول اعملها مرتين ثلاثه في الاسبوع والكلام ده كله، لا، وشوف النتيجه معاك ان شاء الله هتبقى ايه. طيب الوصفه دي هتبقى عباره عن ايه او مكونه من ايه؟ طبعا انا معايا نص معلقه حلبه يا جماعه، عملتها غليتها سبتها غطيت عليها لغايه ما بردت خالص عشان طبعا الزيوت الطياره، وسبتها لما بردت. تمام معايا الوصفه دي بقى؟ خلي بالكم انا بعملها لقد ايه، بعملها ل 25 كتكوت. لو انت عندك 50 كتكوت ضعفي الكميه ديت، تمام؟ فاحنا خلاص انا قلت لكم على الحلبه، انا غليتها وبقت بالشكل ده كده، هاخد الميه بتاعتها وهاخد برده الحلبه بتاعتها عشان استفاد منها. معايا برده بصلايه، دي يا جماعه بصلايه كده صغيره وسط. انا قلت لكم لو انت عايز عندك الكميه كبيره ضعف الكميه بقى، نص طماطميه، حوالي 3 فصوص ثوم زي ما انتم شايفين اهوت، نص معلقه صغيره كركم، نص معلقه صغيره برده كمون. عارفين معلقه الشاي هنعيب بها يا جماعه، يعني هتاخدي نص معلقه بها كركم، نص معلقه كمون، نص معلقه قرفه مطحونه،
نص معلقه صغيره كزبره ناشفه، نص معلقه زنجبيل. تمام كده. هقوم بقى كده جايبه الخلاط ده كده يا جماعه، الخلاط هقوم الحلبه اهي، الصنف ميه برده هقوم مقطعاها، ونفس الشيء برده يا جماعه البصلايه، ده بصلايه صغيره اهي اقطعها كده بس عشان تتفرم معايا في الخلاط. ده يا جماعه الثوم اللي برده حطيته في الخلاط، نفس الشيء برده هاخد البهارات دي. يبقى احنا معانا كم نوع بهارات؟ انا معايا دلوقتي يا جماعه 5 انواع من البهارات، طبعا انا قلت لكم عليهم، اللي هو الزنجبيل يا جماعه، والكزبره الناشفه المطحونه، والقرفه، والكمون، والكركم. هقوم حطاهم كلهم كده برده في الخلاط اهو، دي يا جماعه الوصفه بعد ما فرمتها في الخلاط بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. حاولي ان انت ما تزوديش الميه بتاعتها، لو كانت ميه الحلبه معاكي كتير ممكن تنقصها شويه علشان ما تبقاش مرقه قوي. طب هقول لك ايه السبب بقى، لان انا هحطها على كميه العلب ديت، يعني انت لو انت عايز كيلو علب زي ده كده، انا هقلب الوصفه ديت على نص كيلو علب. ده كده يا جماعه العلب بتاعنا بعد ما قلبت عليها الوصفه اللي انا عملتها معاكم وبقت بالشكل ده، يعني هو العلف دلوقتي بقى مفرول اهوت. طيب هنحطها ازاي؟ ده حاجة مهمة لازم كلكم تعرفوه. طيب دلوقتي يا جماعة انا عملت الوصفة وقلبتها وخلصتها، طب هنحطها ازاي؟ يعني يا ترى هنحط العلف كده وخلاص للفراخ وبعدين نمشي؟ لا، لازم تكوني مجوعه الفراخ ساعتين اتنين قبل ما تحط الوصفة دي. ليه؟ على اساس الفرخ يكون جعان وينزل اكل فيه. تمام كده يا جماعة، دي حاجة مهمة جدا، لازم تكوني مجوعة الفرخ قبل الوصفة دي بساعتين اتنين. فانا دلوقتي قلبت على كمية صغيرة، قلبت الوصفة ديت على شوية علف صغيرين على اساس ان هم يخلصوا العلف كله معايا. فانا زي ما انتم شايفين اهوت هحطهم في العلافة. ده كده يا جماعة انا حطيتها له مية، والفراخ ما شاء الله بدأت كلها تتلم على الاكل. زي ما قلت لك لازم تكوني مجوعه قبلها بساعتين اتنين عشان تبقى شهيتهم مفتوحه على الاكل وياكلوا كل الخلطه اللي انا عملتها دي. طبعا الخلطه دي هتعمليها بس على نص كيلو علف، ان جت مرقه معاكي شويه ممكن تزودي العلف عشان تبقى مفلفله. تمام. فبالطريقه ديت انت ممكن يبقى عندك اوزان فراخ ما شاء الله عمرك ما تخيلتيها او عمرك ما ربطيها. طيب الوصفه ديت هنعملها قد ايه علشان تبقى انتوا كلكم برده معايا؟ الوصفه دي يا جماعه هتعمليها مره بعد 20 يوم او عمر 20 يوم. يعني انت لو انت لاحظتي ان الفراخ عندك اوزانها متفاوته او فرخ كبير فرخ صغير او ما بتكبرش، اعملي الوصفه ديت، اعملها على الاقل مرتين حتى في الشهر. يعني احنا هنعمل الوصفه دي مرتين في الشهر او اعمليها كل 10 ايام مره. يعني انت مثلا عندك الدوره بتبقى مثلا 30 35 يوم، اعملها كل 10 ايام اعملها مره بالشكل دوت. بسم الله ما شاء الله هتلاقي عندك اوزان يعني ما ربطهاش. فانتوا ان شاء الله يا جماعه مع الخلطه ديت مع الاعشاب اللي احنا ان شاء الله هنعملها كل يوم مع بعض مع الخلطات، يعني دي خلطه هتعملها كل 10 ايام اعملها مره معاك. تمام. قلنا يا جماعه ما تعملهاش مرتين او ثلاثه في الاسبوع زي ما انتم متعودين، لا كل 10 ايام اعملي. تابعوني بقى ان شاء الله في الحلقه الجايه، هيبقى باذن الله كل يوم خلطه بالاعشاب من شكل. مش هنعالج بقى لا بطري ولا هنعالج بادويه اللي هي البيطريه ولا هنعالج بالكلام ده كلته، لا لا اوزان يعني كويسه جدا واوزان مرضيه بدون اي علاجات، هتبقى بالاعشاب بس. ده كان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه، واتمنى يا رب انه يكون عجبكم. لو عجبكم بقى يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير يا جماعه، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.